النهاردة سنة خمسة، هنحل مع بعض الأسئلة التدريبية لنموذج الامتحان. السؤال الأول: أمامك خريطة صماء لمصر. رقم 1 البحر الأحمر، 2 مشروع للتنمية الزراعية عندي توشكا، 3 ميناء الإسكندرية، 4 منطقة لاستخراج الحديد موجودة في الصحراء الغربية وهي منطقة الواحات البحرية. نيجي السؤال اللي بعديه يا ولاد: بما تفسر ليه عندي قامة زراعة في الساحل الشمالي؟ بما تفسر يعني قلنا لماذا؟ هرد أقول لأن تعتمد على الأمطار الشتوية. 2 يعرف عصر الإمبراطور ديكليديانوس بعصر الشهداء، هقول لأنه أصدر مرسوم بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإعدام كل من يتبع التعليم المسيحية أو الدين المسيحي. السؤال الثالث يقول لي: البحر المتوسط أكثر بحار العالم تلوث، هقول بسبب قاسة المدن التي تصرف مخلفاتها به والسفن العملاقة التي تلقي مخلفاتها فيه. أجي السؤال اللي بعد كده يقول لي: اكتب كلمة صواب أو خطأ، كبرت على صح وغلط. 1 يستخدم الذهب في بعض أنواع العلاج، والإجابة هنا يا ولاد صواب. بدأ السيد المسيح رسالة النبوءة على أرض مصر، الإجابة صواب أو خطأ يا ولاد؟ الإجابة خاطئة. مين اللي بدأ التبشير؟ مين؟ السيد، مش المسيح، القديس مرقس. تساهم صناعة الأسمنت بنسبة كبيرة في الصادرات المصرية، صواب يا سنة 5. أجي بعد كده يقول لي: استخرج البترول من حقول برية فقط، وقال لي فقط يا ولاد، تبقى العبارة خاطئة لأنه من حقول برية وبحرية. رقم 5 الصناعات النظيفة هي الصناعة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، حاجة عندي بتتجدد، برافو علينا، صواب. اكتب ما تشير إليه العبارة يا ولاد، أو ما الفرق أو المقصود، هو التعريف، يبقى عايز المعنى. 1 حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعية فتصبح غير صالحة للاستخدام البشري، وتعريف التلوث. عملية البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات من مكان لآخر هي عملية إيه؟ التجارة. عصر خلفاء الإسكندر الأكبر هو تعريف مين يا ولاد؟ العصر البطلمي، برافو علينا يا سنة 5. نيجي السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ نحل واحدة واحدة وبالراحة. لما يجي يحل معايا هيقول لي السؤال الثالث: اختر الإجابة بين الأقواس. من أكبر، رقم 1 من أكبر أديرة مصر والشرق الأوسط، دير مين؟ عندي 3 اختيارات، دير المحرق. يجي 2 يقول لي: يستخدم معدن في صناعة المبيدات الحشرية، بستخدم مين؟ المنجنيز ولا الفوسفات ولا الذهب؟ بستخدم الفوسفات. رقم 3 من الآثار الرومانية، الرومان سابوا لي إيه يا ولاد؟ كنيسة معلقة ولا حصن بابليون ولا معبد إدفو؟ حصن بابليون. يجي السؤال اللي وراه: نقط هو أقل مصادر الطاقة أهمية، مين يا ولاد؟ فحم ولا بترول ولا غاز طبيعي؟ الفحم. 5 أصدر قسطنطين الأول مرسوم، عمل لي إيه فيه؟ حرق الكتب المقدسة ولا سماه ميلان ولا مرسوم الإسكندرية هو ميلان؟ أذكر سببا واحد هنا برضو يا ولاد بمعنى اديني الإجابة. ليه؟ بما تفسر لماذا؟ الأهمية الاقتصادية للفوسفات، ليه الفوسفات مهم؟ لأنه بنتج بيه كميات كبيرة فبضطر أصدره للخارج، يدخل في صناعة الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية. السؤال اللي بعد كده: سقوط دولة البطالمة، ليه سقطت دولة البطالمة؟ نعرف بسبب ضعف الملوك اللي موجودين عندي، بسبب ثروات المصريين ضد البطالمة، لأن هما مش هيرضوا بحكم أجنبي، وكمان يا ولاد تدخل روما في الحكم.